ولقاء مع محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. الحمد لله، الله يبارك فيكم، مبروك لكل جمهور الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، مبروك للعيبه. الحمد لله نفرح النهارده، الحمد لله على البطوله. تعالوا يا ربنا. الماتش كان صعب ورغم تهجم الاهلي كنت سامعها في المباراه. ايه اللي صعب؟ الشوط الثاني نزلنا فيه استهتار، ده خلاهم يخشوا في الجيم وياخدوا الثقه، بس الحمد لله المكسب مكسب مهم وعرفنا ناخد الماتش يعني. الحمد لله النادي الاهلي حقق البطوليه ودلوقتي السوبر عاد وقت قليل. الحمد لله الوقت كان صعب، بس الحمد لله ربنا كرمنا مجهود اللعيبه واسرهم على المكسب. طبعا فرحه كبيره للجميع ويستحقوا بصراحه. يعني احنا احيانا حتى احنا كلاعيبه ولاعيبه قدام ومشاهدين بننسى في وقت من الاوقات ان اللعيبه دي مرهقه، اللعيبه دي تعبانه، وبنطالبهم بالاكتر. يعني عايزينهم يدوسوا على نفسهم برغم من المعاناه وحاله الايجاد اللي هم فيه، ولكن احنا نفسنا بنقول خلاص، ما هو ده النادي الاهلي، قدرنا خلاص، ما احنا تعبانين ومجاهدين وطول عمرنا في الاجواء دي وفي الظروف دي. يمكن الفتره دي صعبه شويه على اللعيبه لان البطولات كترت وفي وقت بسيط جدا، فاحنا كمان بننسى المعاناه وحاله الايجاد اللي اللعيبه بتعاني منها وبنطالبهم بالاكتر. احنا تعودنا على كده في النادي الاهلي خلاص، زي ما قال الكابتن الخطيب، احنا دايما بننافس على البطولات، دايما جماهيرنا عايزانا نبقى الافضل، جماهيرنا عايزانا نبقى الاحسن، جماهيرنا بتطالبنا بالبطولات، فده قدر لعيبه النادي الاهلي، ولكن هم ادهوا قدود.